السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تصحيح التلاوات. قبل أن نبدأ أريد أن أنبه لأمر مهم جدا، وهو ليست لدي أي مجموعة على الواتساب. أكتب يعني تصحيح المجموعة رقم 21 أو المجموعة رقم 22، فهذه مسميات يعني أطلقها على مجموعة من الناس. مثلا صححت لأربعة أشخاص أطلق عليهم المجموعة رقم 1، المجموعة الموالية مثلا أصحح لخمسة أو ستة أطلق عليهم مجموعة رقم 2، يعني في اليوتيوب وليس مجموعة في الواتساب. في الواتساب ليس لدي مجموعة، أتكلم مع كل واحد على انفراد. وإذا كنت لأول مرة ستشاهد هذا الفيديو وأردت المشاركة، ستجد رابط في أول تعليق يمكنك الدخول إليه لتشاهد أحد الفيديوهات التي شرحت من قبل لكيفية المشاركة، وإن شاء الله مرحبا. إذا لكي لا أطيل عليكم، لنبدأ بالاستماع لتلاوة الأخت مريم من إقليم تارودة بالمغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بارك الله فيك أختي مريم على هذه التلاوة المباركة. أول ملاحظة وهي الاستعاذة، نقول أعوذ، دائما أؤكد عليها، أعوذ وليس أعود، يعني سمعت أعود ولم أسمع أعوذ. قلت في الآية الأولى ويل لكل همزة لمزة، هنا ارتكبت خطأ عند همزة لمزة، لا نقول هكذا همزة لمزة، بل نقول همزة لمزة. لدينا إدغام بغير غنة، إدغام كامل، لدينا تنوين في حرف التاء يعني في كلمة همزة، تنوين في آخر الكلمة، والكلمة التي تليها تبدأ بحرف اللام. إذن هنا تنوين بعده حرف من حروف الإدغام بغير غنة، يعني نقول همزة لمزة ولا نقول همزة لمزة. إذن أعيد، قلت نقول ويل لكل همزة لمزة، وكلمة كلا لا نقول كلا بل نقول كلا وليس كلا. أعيد، نقول كلا. وكلمة لينبذن، لدينا في الأخير نون مشددة يعني بغنة كاملة، لكن أطلت الفتحة يعني أعطيتها أكثر من مدتها الزمنية فتولد لدينا ألف، قلت لينبذن، ليس لدينا نا بل لينبذن في الحطمة. وكلمة أدراك، لدينا ما الطبيعي أمام حرف الراء الذي نميله إمالة صغرى، وذلك المد الطبيعي بحركة فقط، أنت مددت أكثر، قلت وما أدراك، لكن نقول وما أدراك ما الحطمة. واللام في لفظ الجلالة نار الله، اللام رققتها بل هي مفخمة وقبلها يعني ضمة، يعني نفخم اللام. والنون في كلمة نار لا نفخم النون، لا نقول نار بل نار، الراء هي التي تفخم، نار الله الموقدة. وكلمة الأفئدة،
قلت الأفئدة، حققت الهمز، نحن في ورش لا نحقق الهمز، نقول التي تطلع على الأفئدة وليس على الأفئدة، نقول على الأفئدة. هذه الملاحظة التي لاحظت، أرجو أن تصححها وبارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك أخي عبد الرحيم من مدينة زاكورة بالمغرب على التلاوة المباركة. بالنسبة للملاحظة التي لاحظت، أول ملاحظة وهو وقوفك عند كلمة منذرين، فإذا كان المصحف الذي تقرأ منه عندك وقف فلا بأس، لأن تختلف بعض المصاحف في الترقيم، يعني في ترقيم الآيات وفي بعض المواضع الوقف، وإن لم يكن لديك الوقف هناك، يعني ليس لديك علامة صاد يعني صه، فلا يجب أن تقف. انتبه لنطق التاء في كلمة الكتابة، لا نقول وأنزل معهم الكتاب، بل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انتبه كذلك لكلمة فيما، قلت فيما بل فيما، وانتبه جيدا للهمزة في كلمة بإذنه، فالهمزة هنا كأنك سهلت الهمزة، قلت بإذنه، بل نقول بإذنه بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وعند قولك والله يهدي من يشاء إلى، تلك اللام في كلمة إلى، تلك اللام يجب أن ترققها، لقد فخمت اللام، قلت والله يهدي من يشاء إلى، بل اللام نرققها. وانتبه في كلمة مستقيم، السين نعرف أنها من حروف الصفير، يعني قلت مستقيم مستقيم، لكن يجب أن تقرأها صراط مستقيم وليس مستقيم. انتبه لكلمة ياتكم، ولما ياتكم مثل الذين خلوا، ولا نقول ياتيكم، ليس لدينا ياء أمام حرف التاء، لا نقول ياتيكم بل ياتكم. انتبه دائما لللام عندما يكون مرقق، فدائما ألاحظ تفخم اللام في كلمة خالو، قلت خالو بل نقول خالو، فالخاء مفخم لكن اللام أمامه مرقق. كذلك من قبلكم، اللام مرققة. انتبه لي متى، لا نقول مات مات بل مات مات. بارك الله فيك على هذه القراءة المباركة، أخذت فقط دقيقة ونصف كما قلت لكم، يعني هذه الملاحظات التي أعطيتك فقط حتى الآية 212، يعني إلى ألا إن نصر الله قريب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. بارك الله فيك أختي فتيحة من مدينة فاس على هذه التلاوة المباركة. بالنسبة للملاحظات في الاستعاذة سمعت أعوذ ولم أسمع أعوذ. في كلمة أقسم يعني لم تقلق لي حرف القاف قلقلة صغرى، قلت أقسم ولكن يجب أن تقولي أقسم أقسم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولديك تقليل في بلى، لا نقول بلى بل نقول بلى. ولديك إدغام بغنة أن نسوي، يعني لم تعطيها يعني مقدار، يعني الغنة مقدار، يعني لم تعطي لي الغنة المقدار الذي تستحق، يعني حركتين. أن نسوي ولا نقول أن نسوي. يسأل يعني أعطيت لي الضمة زمن أكثر من زمنها فتولد لدينا حرف الواو، قلت يسأل أيانا بل نقول يسأل أيانا ولا نقول يسأل أيانا، نقول يسأل أيان يوم القيامة. كلمة يومئذ انتبه للذال، يومئذ لا نقول يومئذ. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ وعند قولك إلى ربك لا نقول إلى ربك، قلت إلى ربك لكن لدينا ما الطبيعي إلى ربك. إلى ربك يومئذ المستقر. كلمة وأخر، الراء مفخمة، وأخر وليس وأخر. انتبهي لكلمة بصيره، يمكن أن ترتكب أخطاء في قواعد التجويد لكن لا تغير الكلمات. هنا ليس لدينا بصيرة كما قلت لكن لدينا بصيره، بصيره مع ترقيق حرف الراء لأن قبله ياء ساكنة. وارتكبت نفس الخطأ في كلمة معاذيره، قلت معاذيرا لكن هنا لدينا معاذيره فليس معاذيرا كما قلت، والراء نرققها كذلك لأن سبقت بياء ساكنة. وكلمة ألقى لدينا إمالة صغرى، لا نقول ولا والقى بل نقول ولا والقى. سأقرأ لك الآيتين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكلمة جمعه لدينا أمامها مد الصلة الصغرى،
يعني نمدد حركتين، لا نقول إن علينا جمعه وقرآنه، بل جمعه وقرآنه، نمدد حركتين، إن علينا جمعه وقرآنه. هذه الملاحظات التي لاحظت، يعني حتى الآية 16 أخذت فقط دقيقة ونصف كما طلبت منكم، إذن أرجو أن تصحح هذه الأخطاء وبارك الله فيك. حيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بارك الله فيك أخي أحمد من بني ملال على هذه التلاوة المباركة. أول ملاحظة، يعني لم أسمع الاستعاذة، لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة سمعت نصفها فقط، يمكن هذا خطأ في التسجيل. أول نصيحة أعطيك وهي اقرأ بتأني، لا تسرع في القراءة لكي تعطي لكل حرف حقه ومستحقه من الصفات. فمثلا ألف لام ميم لديك مد ست حركات زائد مد ست حركات، يعني نقول ألف لام ميم، ولا نقول ألف لام ميم. وذلك الكتاب لا ريب، لا اللام مرققة، وريب نقف على الباء بقلقلة كبرى، لا ريب، ولا نقول لا ريب. يعني ألاحظ عندما تسرع في القراءة، يعني لا تعطي للمدود ست حركات. مثلا لدينا مد مشبع منفصل بما أنزل، وكذلك وما أنزل، هنا مد ست حركات، يعني مد تقريبا خمس حركات مثل حفص، لكن لدينا ورش ست حركات. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كلمة وبالآخرة لديك، يعني مد وبالآخرة، والراء مرققة لأنها سبقت بكسرة. كلمة أولئك، يعني أعطيت ست حركات جيد، لكن عند وأولئك يعني لم تعطي ست حركات، يعني قلت أولئك على هدى من ربهم، لكن عند قولك وأولئك لم تمدد ست حركات، يعني أقل من أولئك، يعني كما قرأتها في من قبل. كلمة كفروا، انتبه للكاف والفاء، فهما الحروف مستفيلة، لا نقول كفروا بل كفروا. إن الذين كفروا، وليس كفروا. لديك مد صلة ميم الجمع، عليهم أنذرتهم، هنا لديك مد صلة ميم الجمع يمد ست حركات، وأمامه كذلك مد
ست حركات، يعني لم تعطي ست حركات لهذه المدود، وكلمة تنذرهم لم تخفي النون. سأقرأ لك الآية، انتبه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتبه لقلقلة حرف الباء في كلمة أبصارهم، نقول أبصارهم ولا نقول أبصارهم. لديك إخفاء شفوي عند وما هم بمؤمنين، قلت وما هم بمؤمنين، لكن لديك إخفاء شفوي من أحكام الميم الساكنة، نقول وما هم بمؤمنين، هم بمؤمنين وليس هم بمؤمنين. وعند ولهم عذاب أليم بما، لا نقول أليم بما. لماذا؟ لأن لدينا هنا إقلاب، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني تكون نون ساكنة وبعدها حرف الباء، أو تنوين وبعدها حرف الباء. هنا لدينا تنوين وبعدها حرف الباء، لأن لدينا أليم بما، أليم بما، أليم تنتهي بتنوين، وكلمة بما تبدأ بحرف الباء، يعني إقلاب هنا، يعني مرسومة ميم يعني إقلاب، تقلب ميم، نقول أليم بما ولا نقول أليم بما. إذا هذه الملاحظة التي لدي، بارك الله فيك، أرجو أن تصحح هذه الأخطاء.